ماشي يا امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم، يا نهار ابيض ضربني وبكى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محمد الزردين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فيه في 22. فيديو اليوم معنا تحدي نفوز بلاعبين التوتس اللي هي تيم اوف ذا سيزون، فريق الموسم. هاي التشكيله اللي قدرت اجيبها، بدنا نحاول نفوز فيها. وعندنا البدلاء، ما عنديش واحد هون بدل هذا، فبس هاي التشكيله اللي راح نلعب فيها، ان شاء الله راح نفوز ايزي. بس استمتعوا بالفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، استمتعوا بالفيديو. أليسون، يا الله شو بكره أليسون، أكره علي ألعب ضده، مش طبيعي. أنا... إذا ولا جول بدخل في مرمى. أوكي نايس. شغل حركات الأخ، سكيلز. أمري. نتمنى بأن نشاهد جمال كرة القدم، نريد أن نستمتع بكل دقيقة القضية. يا عمي ليتس جو ليتس جو، من البداية خلينا نخطط من البداية، ولا يلا ايش غير الخلط، بس خلينا كل شيء بدنا احتفال هيك. بس لا مش لهذا والله، الله عليك يا ديفيز، كيف عملت هاي الحركة؟ مش هيك عيب، مش هيك هيك هسه بفرجيك كيف تجيبها هاي الجول هيك. لا حرام. كي 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 روح انت. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. لا لا لا، ليش هاي التمريرة؟ ليش هالقد؟ يا عمري. يا الله كنت اجيب كمان جول زيه. لا لا. نية نزح لك على الكرة، راح اخذها وطيرها. تمام. لا تمر هذه اللقطة. ايش بسوي واقف؟ يترك المدافع خلفه، يتقدم فيها الى الامام، تبعد الكرة من اماكن الخطورة. عمل ممتاز. الله 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 على ديكلان رايس، الله 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 وين يا الله، هذا اللاعب والله عشق عشق عشق، مش طبيعي رجله. يلا يلا احاول، بدي احاول اجيب كل الجوال من برا المنطقة، يعني اذا زرق منا جول هيك من جوا المنطقة مش مشكلة. تخيل ليتس جو، راح يطلع من الجيم راح يطلع من الجيم صح، طلع من الجيم، ابلع ابلع. اوكي نحاول نسجل اهداف من برا هيك زي هذاك، نكره اللعبة. اوكي شوف 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 هذا الجول، فدائية كبيرة في هذه اللحظة. لا حرام الى روبي كين، مش طبيعي. لا ينجح في ترجمة هذه، يا وحاج شو بده يلف الملعب فيي. فتحت لي المجال، اوكي نايس. يا عمري اعطي له الاول، اعطي ايه، بدي احتفل نسيت، متعود الغي الاحتفال انا. الله
على الجول الثاني نحتفل اضمن ان شاء الله يعني اذا في جول ثاني. الله عليك. تمريره سيئه والان فقدان الكره. ليش لما اقطعها دائما لازم ترجع له اله ترجع للاعب الثاني لما اقطعها؟ سون هيونغ افتك الكره في المنطقه. يا عمري ليتس جو. هسه ايش تسوي؟ تخلط. اعطيله هسه يلا. هسه هيك انت ضامن جايب جولين يعني شبه ضامن. انا بكون فايز 4 برجع للمباراه عادي. هذه هي ماني. حب الفلسفه. حكم يطبق مبدئي تحت الفرصه واللعب مستمر في ارضيه الملعب. بناء جيد لهذه الهجمه. واللعب الشوت. يا الله يا ديابي حرام. يلا سون. اخ بلش صد. انا بخاف لما يصير هيك سيناريوهات جوال سهله بتضيع هيك. انا بخاف. اخ يا سون. يا سون. يا سون. يا سون. اخ بعيد. اوكي اخ الله عليك. شوف هاي. خمسة على خمسة. بس انا مش راح اخذ هذا ولا هذا. هيك حرام حرام. والله حلوة كانت. لا لا هذا لا هذا احلى. بوم. الله على السون بالكعب يا حلو. اوكي ان شاء الله ما يطلع من الجيم. بكره اللي بيطلع من الجيم. انا بكون خسران 10 والله وبكمل. اوكي الله عليك يا جوتا. خذ. لا خذ انت. لا لا وين راح سن الله ياخذه. عاد نزلت سن راح صار وراي بصير كيف. كل كرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. شوف بن ديفيز يا زلمة صاروخ صاروخ. طلقة 99 البيس تبعه سرعة. يا سلام يا سلام يا سلام. تنفيذ رائع. 4-3 5-3 5-4. بس برضو ايش؟ مش راح اعطيه لحدا هيك. اخ عمري يا عمري يا عمري. اعطيه لرايس. اوه الله يا اليسون. راح يطلع من الجيم. لا والله ما طلعش. حط ستوب هو. انا بطلت احتفل عشان ما يطلعش من الجيم. خلينا نكمل المباراة تكفى. تمام. اعطيه مش طبيعي دفاعك. انت مش طبيعي دفاعك. لا 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 هجوم ولا دفاع. الله عليك. روح يا سون. ليش رجع باللاعب هو؟ مش فاهم انا. شوط انا من 3 ايام شوطت. ايش فيه؟ لا اوكي نايس. ديوكو خوتا
الحكم يعطي الأفضلية هنا. ممكن محاولة مرتدة خاطئة. روح يا رايس. شوف الدبل هاي، شوف الدبل هاي. اوكي مش دبل، بعيد. اوكي بالكعب، نايس. راح يطلع من الجيم صح؟ خلاص. اوكي. خلاص كفي. هي ثاني واحد بيطلع من الجيم. يا اخوان طلع احصائيات 18 تسديد لتسديده واحده. مش طبيعي. اوكي بس شباب، هون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبس مع السلامه.